Cars.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. طوني عبدو إلى جنبنا، يعني أكيد عم نحكي مازدا، عم نحكي أم بي أم بخاطر وكالية مازدا بلبنان، ومعنا مدير مبيعات بطبيعة الحال مستر توني. كيفك؟ جود. مازدا 3 باللون الأبيض، اللي بقى اللون صراحة كتير مبيضتها المازدا 3 اليوم. المازدا كلها مبيضتها على كل حال بلبنان، خاصة بوجودكم توني. الحلو باللون الفاتح ببين لك السيارة كلها وبيعطيها سايز أكبر. أكيد كمان. أكيد عم يعطيها سايز أكبر، مزبوط. هي أساساً فور دور سيدان مثل ما عم تشوفها جورج، بس بنفس الوقت عم تعطي الشيب كأنه هي سيارة سبور. شورت اوفر هانجز، عم نحكي الانجل من ورا اللي عم يكون الازاز الوراني، تحسه هيك مثل فيه الانجل تبعه كانه كوبي. الحلو فيها مزبوط كمان مسافه الصندوق الخلفي كثير قصير، رغم انه الصندوق واسع من ورا، بس الديزاين تبعها كانه جاي هاتشباك مش كانه سياره سيدان. يعني مزبوط ستريتش، بتحس الكابين ستريتش اوفر ذا رير وبتحس البوز طويل. هذه السياره سبورت اللي نحن دائما بنقول مع سبويلر خلفي اعطيها الطابع الرياضي اكثر لهالمازدا 3 الحلوة يلي بدك تقنعني عن اليوم. أنا كزبون بدي أشتري سيارة بحجم المازدا 3، ليه بدي أشتري مازدا فضلها على غير سيارة رغم المنافسة الكبيرة كتير عن جد عم تكون، والدليل بأوتو فوكس عم تشوف المنافسة كبيرة اليوم بعالم السيارات. ما صعبت ليها جورج أبداً، أنت بهاي تقنعني كتير هينة، لأنه إذا بدنا نحكي بالأوفرات اللي عم تقدمها مازدا من أحلى الأوفرات، ما حدا بيسمع بهذا الأوفر وما بيفكر يجي على صالة العرض ويستفيد من الأوفرات. يعني نحن عم نحكي بديلز اوبن ديل، يعني لما احكي سبين اند وين بيجي بيبرم بالدولاب، عم يطلع له فوائد واطي ومينتنس، وعم يطلع له الوارنتي اود، عم تحكي ديركت اوبن مايلج بريميوم انشورنس، كلهم هودا عم بيكون لمصلحه الزبون. عشان هيك نحن كل شخص عم بيفوت عم بيكون مستفيد، ونحن نحن كثير محمسين حتى نركب الديل مثل ما بده الزبون. كل الشباب يعني ما حدا حيفل زعلان ابدا، انا برايي ما حدا راح يفوت على المازدا هي الجمعه ويطلع زعلان، وهذا اللي عم بيصير. انا كل حلقه عم صورها عم برجع بقتنع اكثر واكثر انه من وراء الاقبال عم بيكون على صاله العرض قد ايه هذا الديل عم بيكون مهم، وقد ايه العالم عم تستفيد منه. هذا التفاعل معنا كثير عم يعطي نتيجه. خلينا نشوف فيديو، هيك شورت فيديو عن المازدا 3 نتعرف اكثر على السياره الحلوه. Can you feel something without touching it? See something with your eyes closed. When everything is designed around you, the driver, you can. The new Mazda 3. نحن بداخل السيارة المتوسطة الحجم المازدا 3 اللي هي بالنص بين اخواتها المازدا 2 والمازدا 6. حجمها مناسب جدا، فيها تكون سيارة عائلية، سيارة للشباب، هذا الحلو فيها. أكيد. السيارة ومبين من الداخل فعلا واسعة كتير، قعدتها مريحة. أهم شيء المقاعد عم تشوفهم كيف عم بيكونوا لاقطين هالجسم، عم نحكي دائما بالجي فاكتور لحتى يكون كمان عم بيوزع الويت وزن الجسم بالسيارة والركاب لحتى ما يكونوا مزعوجين بالمنعطفات القوية. نعم. عم نحكي كمان بشغلة كتير مهمة، هيدي المازدا 3 لما عرفوها على السوق كانوا عم يحكوا بشغلة كتير مهمة اللي هي انه بس تطلع هالسيارة مع الانترتينمنت الموجود فيها بتغير لك المود تبعك من نيجاتيف مود لبوزيتيف مود. بالفعل الشخص اللي بيسوق هالسيارة رح يكتشف هالشيء، وانا عم شوفها من زبوناتنا بيقولوا لي مزبوط بنصير نرغب ننزل نسوق السيارة من بعد الشغل، بدي انزل سوق السيارة كتير سموث سوقتها، كتير سموث كل شيء اوبشنز موجود فيها مسهل لنا حياتنا. طبيعي مالتي ميديا البلوتوث التاتش سكرين اكيد عم يكون في عندك فويس كوماند جورج، عم يكون حتى باي فويس تقدر بلاي ليست الكونتاكت ليست تقدر تطلبهم، ما بقى تستعمل التاتش سكرين. الجويستيك حدنا هون ورا الفيتاس بتحكم بهالسكرين اللي هي على مستوى العين ما ملتهي على السواقة، فتحة بالسقف كمان كل شيء موجود. نعم. ليأمن الحماية أو الرياحة أول شيء، بعدين الحماية لأنه هالتوب هالتاتش سكرين موجودة on the top of the panel لحتى تكون مركز على القيادة، وبنفس الوقت عم بتكون أنت عم تحس أنه أنت محمي أنت عم بتسوق لأنك دايما مركز على الطريق. لكن باختصار سيارة كتير حلوة كتير عملية وبأوبشنز كلها موجودة فيها. تابعين حديثنا أكيد مع توني عن المازدا 3، صار وقت نحكي بيرفورمانس. عم تابعين حديثنا مع توني عبدو عن المازدا 3، محرك السيارة توني، بنحكي شوي سيفتي كمان.
عندنا محرك 4 سلندر 1.6 وعندنا 4 سلندر 2.0 مثل موجود 152 هورس باور. اكيد سكاي اكتف تكنولوجي يعني عم نحكي بباور بلس كونسامبشن فيو كونسامبشن اللي هي هيدي تكنولوجي بحد ذاتها. نحن عم نعطي باور مصروف بنزين خفيف. نعم ذاتس ات. من ناحيه السيفتي عندنا اكيد عدد كبير من الايرباكس طبيعي، عندنا تراكشن كنترول، عندنا الحديد السياره اللي مشغوله فيه، عندنا التريبل اتش ستراكشر اللي موجود بالشاسيه تبع السياره، رينج ستراكشر اللي موجودين حول الكابين لحتى يكونوا حاميين السياره لحتى ما يصير في ديفورماسيون وقت اللي بيصير في اكسيدنت. ما بتعرض الباسنجرز بالسياره لاي مشكل لانه عندها شوك ابسوربرز عم يستوعب الضربه من الامام. الحال يعني الهود الامامي كثير عريض وكثير كثير واسع، سمح الله صار في حادث في مسافه كبيره بين بدايه السياره وصولا للباسنجرز اللي للكابين اللي قاعدين فيها الباسنجرز. هلا صار وقت نحكي اكثر عن الديل، ودائما معك مفاجات حضرنا اياها بس تجي على الام تي في. هون على طول بيجي معه الأوفرز بالجيبة ومحملهم وين ما كان. الأوفرز اليوم على المازدا 3 وعلى مازدا بشكل عام كمان، يعني لما روح على الشوروم بعرف ما عم زعل حدا شو أبداً. ما عم بيطلب عم بتنفذ له، حتى اللي معه سيارة بده يحطها كدفعة أولى كمان عم تاخذوها منه بسعر ممتاز. جايين بسلام اليوم مع السيارة البيضة هيدي لحتى نعطي الماكسيموم اوفر اللي نحن ممكن نعطى بفترة هيدي السنة. أنا بدي أشكر كل اللي عم يحضرونا وكل الزبونات اللي زاروا سارية عرض مازدا لأنه عم يوثقوا بأوفراتنا وبعروضات اللي عم نعملها، وهي شغلة كتير بتعنينا. نحن كل ما ننزل بأوفر نحن عم نعمل اوفر لمصلحتهم وبنعنيه للأوفر، يعني نحن عم نحكي بسكن أن وين اوفر يلي هو عم بيعطي لك عم ينزل لك فايدة 0.9 انترست، فايدة السوق 4.5% ل 7%، يعني بهالسيارة بتكون عم توفر $4,500 بالفوايد بس. كمان عم نقدر نعطيك من خلال سبين اند وين اوفر 50,000 كيلومتر مينتنس، عم نعطيك وارنتي اوبن مايلج فور 5 ييرز. كل اللي بيريح لك بالك جورج انت كزبون انه تاخذهم هول بنفس الوقت البريميوم انشورنس. انا بدي بس جاوب على اسئله الزبونات عم بيقولوا قطعكم غالي بالسوق، هي سياره يابانيه اكيد القطع الياباني ما لنا مثل قطع التقليد، بس نحن ارخص قطع بالسوق والاثبات على شيء هو الانشورنس كومباني اللي عم يتعاملوا معنا كلهم سوا وكلهم عم بيتعاملوا باسعارنا ولا حدا عم يشتكي منا نهائيا. هذا اكبر اثبات للزبونات حتى يعرفوا انه نحن بالمازدا عم نعمل كل الاوفرات لتكون لمصلحتهم. شكرا توني على كل المعلومات عن المازدا بشكل عام وخاصه سياره المازدا 3 اللي معنا. بنشوفك بحلقات مقبله بكره اكيد، حلقه جديده وسياره جديده على الام تي في. الى اللقاء. wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر بتخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.